ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. هذه الكلمة والتي تبعناها جميعا بكل ما أوتينا من أحاسيس، هذه الكلمة كانت معبرة عن ما يشعر به كل إنسان. هذه الكلمة أيضا كان فيها الكثير من النقاط التي تم توضيحها من خلال سيادة الرئيس، وبعد توضيح العديد من النقاط كان هناك أيضا حديث عن أن كل مواطن مصري هو يعلم ما يمر به العالم العربي، ويعلم أيضا الأمن القومي، ويعلم أيضا أهمية القضية الفلسطينية، وأنه لو تم دعوة المصريين حتى يتم النزول للتعبير عن رفضهم لتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل سيكون هناك الملايين. كيف تابعت هذه العبارة؟ وبعد ذلك سنتحدث عن النقاط الأخرى. طبعا خير أستاذ الدعاء، تحياتي لك وكل السادة المشاهدين، وخالص العزاء للأشقاء في فلسطين وفي غزة، ثبتهم الله في صموده. كلمة الرئيس اليوم أمام في المؤتمر الصحفي أو قبل المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولف شولتز، أظن أنها واحدة من أكثر المواقف وضوحا لمصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة. هي وضعت الأمور على نصابها، كشفت الأمور بشكل واضح، الرئيس تحدث بوضوح. مصر حاولت بكل الطرق في سنوات طويلة أن تبحث عن السلام والتسوية، وبذلت كثير من الجهود، لكن للأسف الشديد اتضح لنا الآن أن إسرائيل لا تريد السلام، لا تريد الاستقرار، هي تريد التهام المنطقة. كان البعض من العرب يقول أن فكرة من النيل إلى الفرات وهم كبير يروجه بعض الحنجوريين بين المزدوجين، وثبت لنا الآن أن هذا الأمر صحيح 100%. من يتابع الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر وحتى صباح اليوم سيدرك بوضوح أن فكرة تهجير أو مخطط تهجير الفلسطينيين الغزاويين إلى مصر هو مخطط حقيقي، وهي فكرة موجودة كانت فقط تنتظر الوقت. الرئيس السيسي اليوم قال بوضوح أن مصر ترفض هذا الأمر وستقاومه بكل طرق وطبيعة الحال ولن تقبل به، وأن المصريين على اختلاف انتماءاتهم يرفضون هذا الأمر، وإذا نزلوا الشعوب سينزلون بالملايين لرفض هذا الأمر. وهذه إشارة مهمة جدا أن الشعب المصري بطبيعة الحال يساند ويؤيد الرئيس السيسي في هذا الأمر تماما وفي رفض فكرة التوطين. رسالة الرئيس النهاردة ليست فقط للمستشار الألماني بطبيعة الحال، هي رسالة واضحة لإسرائيل ومن يساند إسرائيل. رأينا بوضوح فجر أمس الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا صوتت ضد بالفيتو ضد مشروع قرار روسي لوقف القتال وإدخال المساعدات الإنسانية. هذا التصويت كان تصويتا على قتل فلسطين بوضوح شديد جدا. حينما ترفض هذه الدول قرار وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات فقط فهو موافقة فعلية وليست ضمنية، هذه رقم واحد. بعد كارثة المعمداني، بعد مذبحة المعمداني بالأمس، كان ملفتا للنظر أن البنتاغون وهو وزارة الدفاع الأمريكية، وبدلا من أن يعتذر أو يطالب إسرائيل بضبط النفط، قال لا نعرف ما الذي حدث ولم نعطي إسرائيل أي شروط على استعمال السلاح، والترجمة الحرفية لهذا التصريح أن أضربوا الفلسطينيين بكل ما أوتيتم من قوة، بكل ما لديكم من أسلحة أمريكية، لن نعارضكم، لن نحتج عليكم، لن نقول لكم أي كلام. هذه الترجمة الحرفية للأمر. كلام الرئيس السيسي أنا أظن أنه هو في غاية الأهمية، خصوصا دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ عماد. ما يحدث في قطاع غزة الآن منذ أيام على الأصح، سيادة الرئيس أيضا تحدث عن أن كل هذه الأحداث وكل هذا القصف الهدف منه التهجير، لكن التهجير سيرفض، وتحدث لماذا سيرفض بكافة المقاييس، تحدث بالتفصيل. هناك صحراء النقب من الممكن أن يكون هناك المدنيين فيها حتى يتم تصفية هذا النزاع، سيناء لن تكون أرض جديدة حتى يكون هناك نزاع على هذه الأرض، لن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية، ولن يكون هناك أرض دون المواطنين الذين يقيمون على هذه الأرض وهذه أرضهم وحقهم. تفصيل
هذا الأمر، يعني الحديث عن هذه الأمور بشكل مفصل إلى هذا الحد. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى أغلق باب الحوار أو التفكير في فكرة التهجير بعدما قاله سيادة الرئيس اليوم؟ موقف مصر واضح، يعني ما قاله الرئيس اليوم علنا وبوضوح، قاله بعشرات الطرق منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن. وقال وبالمناسبة يعني قاله كل المسؤولين المصريين من جمال عبد الناصر إلى حسني مبارك، ورأينا كلام كثير جدا لمبارك مع الإسرائيليين، ورأينا الرئيس الراحل أيضا أنور السادات يتحدث مع صحفي أمريكا وهم يسيران في سيناء، حينما ترى عليه الصحفي الأمريكي فكرة نفس الفكرة قال له ولماذا لا تنقلونهم أنتم إلى إذا جاء أحد ما وقال لكم تنقل بعض المهاجرين أو المكسيكيين أو من أي دولة إلى الصحراء الأمريكية هل ستوفقون؟ قال له لا. وبالتالي مصر واعية تماما لهذا الأمر رقم واحد. رقم اثنين أن هذه رسالة واضحة وقوية للغرب ومن وإسرائيل طبعا بطبيعة الحال وللغرب، وسبقها مناشدة الفلسطينيين أن تمسكوا بأرضكم، لأنه نحن نعلم بطبيعة حال الفلسطين لم يعني يتركوا أرضهم في 48، ما حدث أنهم أجبروا على ترك أراضيهم حينما قامت المذابح خصوصا دير ياسين وقبية. اليوم يتكرر نفس المشهد، من يتابع القصف الإسرائيلي سيدرك أنهم لا يطاردون قادة حماس أو قادة المقاومة، هم يضربون ضربات عشوائية في كل مكان حينما يصل الأمر إلى قصف المستشفيات. فبالتالي هي رسالة واضحة للفلسطينيين أنه لا أمان لكم في أي مكان في غزة، وحينما يقال لهم اتركوا الشمال إلى الجنوب ثم يقصفوا في طريق العودة، هذه كلها مؤشرات أدلة واضحة ودامغة على أن إسرائيل تريد فعلا إجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم باتجاه شبه جزيرة سيناء. نعم، لكن بالنسبة للفلسطينيين ربما جاء رد الفعل بشكل عكسي لدى البعض أو لدى الكثير، يعني كانت هناك ردود أفعال أنه طالما لا توجد منطقة معينة في قطاع غزة هي آمنة، إذن سأعود إلى منزلي الذي هجرته. نعم، أتفق معك تماما. الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة، وضرب، وبالمناسبة ليست هذه المرة فقط، في كل المرات هو شعب أعزل يواجه إسرائيل في مرات كثيرة جدا بصدوره العارية ويسجل بطولات حقيقية. هو شعب تعرض لأبشع آلة حرب عسكرية ربما على مر التاريخ، الآلة الأكثر الوجه الأكثر بشاعة للانحطاط الإنساني على الإطلاق، وبالتالي له كل التحية في صموده، علينا أن ندعمه بكل ما نستطيع من إمكانيات، على الشعوب العربية أن تلتفت وعلى الحكومات العربية أن تتعظ أنه لا أمان مع هذا العدو، هذا عدو غادر لئيم لا يقيم للعدالة وزنا ولا يعرف الصداقة منهجا. وبالتالي القصة باختصار ليست فقط فلسطين، القصة هي الأمة العربية بأكملها. إسرائيل زرعت لم يكن فقط لالتهام فلسطين، إسرائيل زرعت في المنطقة لتقسيم الوطن العربي، لمنع التواصل بين الوطن العربي. من يقرأ المذكرات والوثائق في حملة نابليون على المنطقة سيدرك ذلك. قال جئنا إلى هنا لنقيم دولة مختلفة تفصل الشرق الإسلامي عن الغرب الإسلامي، عن آسيا، عن أفريقيا العربية. هذا كلام موجود في الكتب منذ أمد طويل، والتبرير الوحيد للدفاع الغربي المستميت عن إسرائيل بهذه الطريقة هو الذي يكشف أن هذا الكيان هو يعني زرع نبت شيطاني لتقسيم المنطقة طوال الوقت، حتى لا تكون هناك أمة عربية حقيقية، حتى لا يكون هناك تعاون عربي، حتى لا يكون هناك الحد الأدنى من الاستقرار والسلام. وبالتالي علينا كعرب أن نستخلص الدروس الحقيقية بعد أن نغضب ونستنكر ونشرب وندين، علينا أن نستخلص الدروس الحقيقية، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله في المستقبل لكي نواجه هذا المخطط مواجهة علمية دقيقة. بالمناسبة هذا الأمر لا يعني إطلاق قطع العلاقات أو الحروب أو حتى الصراخ، هذا أمر لا يفيد كثيرا وجربناه كثيرا ولنفع. نحن نحتاج إلى عمل، إلى تقدم، إلى إنتاج، إلى علم، إلى هؤلاء يتسلحون بالعلم والغرب يساعدهم بكل ما أوتي من قوة ومن إمكانيات ومن موارد. لكن مما لا شك فيه أن البطش الإسرائيلي هو أكبر من مخيلة يعني أي إنسان. هناك أيضا أمر يستحق أن نعلق عليه، فكرة أن قوات الاحتلال بدأت تنكر أنها من قامت بقصف المستشفى، كيف رأيت هذا الإنكار؟ يعني
يا أستاذ الدعاء، من يتابع التاريخ الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية سيجد إجابة عن كل هذه الأسئلة. فعلوا ذلك في كل مرة. كانوا يقولون، يعني إذا لو تتذكرين مذبحة صبرا وشتيلة الشهيرة في بيروت في مقيمات الفلسطينيين، حينما اجتاحت إسرائيل بيروت في سنة 1982، قالوا لم نألف بيجن، مناحم بيجن رئيس الوزراء الليكودي قال نفس الكلام، لم نفعل ذلك. فعلته بعض القوات الانعزالية أو حزب الكتائب اللبناني في هذا الوقت، وثبت أنهم هم الذين سلحوهم، هم الذين دخلوا وذبحوا مع بعض المتطرفين اللبنانيين في هذا الوقت. نعم، لكن أستاذ عماد عذرا على مقاطعة، لكن فيما تعلق بمستشفى المعمداني، عندما تنكر إسرائيل أنها من قامت بهذا القصف، إذن ما المنتظر أن يتم تخمينه، يعني أنه هو من قام بهذا القصف؟ يا فندم لا أحد، يعني بالعقل وبالمنطق وكل الخبراء العسكريين، القوة التفجيرية للصاروخ الذي يطلق على هذه المستشفى ليس متاحا للفلسطينيين، وإلا كانوا استعملوه ضد إسرائيل. هذه أولا. ثانيا، بعض وكالات الأنباء وبعض الفضائيات الغربية للأسف، ولن أقصف نفسي، يعني بالضبط. كيف من الممكن أن الفلسطينيين هم الذين سيقومون بقصف أنفسهم؟ في حاجات كثيرة جدا، لكن الإسرائيليين للأسف الشديد لديهم يعني إعلام قوي، لديهم إعلام غربي متعاطف ومتواطئ، وبالتالي ينطري ذلك على بعض يعني السلطة والأبرياء. إذا كان رئيس الولايات المتحدة شخصيا رئيس أكبر دولة في العالم قد خدع أو صدق كارثة ومصيبة وإشاعة أن المقاومين الفلسطينيين قطعوا رؤوس الأطفال الإسرائيليين الرضع، وبعد ذلك تم التراجع عن هذا الأمر. ثم التراجع. هذا المثل أضربه لي البرهنة على فكرة الكذب الفج والواضح، والرهان على أن ذلك سينجح. والغرب يصدق كل ما، أو معظم الغرب حتى أكون أمينا، لأن هناك أصوات غربية محترمة، وهناك شعب جزء من الرأي العام الغربي بدأ يتحرك وبدأ يستفيق من هذه يعني المجزرة المفتوحة طوال الوقت. وبالتالي علينا أن نبذل جهد في كل الاتجاهات، جهد لإقناع المواطنين في الغرب أن هذه دولة استيطانية استحلالية. علينا أن نبذل جهد مع أنفسنا، أن نكون يعني متعلمين متقدمين متضامنين. علينا أن نواجه إسرائيل بالطريقة التي تفهمها إسرائيل، حتى لا ينتهي الأمر بالشذ والإدانة والكلمات العاطفية التي لا تغني شيئا للأسف الشديد رغم أهميتها. نعم، عندما قصف مستشفى المعمداني بالتأكيد أن الحديث أيضا كان كثير عن التجهيزات الطبية الموجودة في المستشفيات بشكل عام. التجهيزات الطبية والمساعدات الطبية نفدت في المستشفيات في قطاع غزة، واليوم سيادة الرئيس تحدث وأكد كما أكد كثيرا ومرارا وتكرارا أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري، معبر رفح، ونحن في انتظار توصيل هذه المساعدات. تكرار هذا الأمر أهميته في هذا التوقيت في ظل المشاهد التي نتابعها جميعا التي يعيشها أهالي قطاع غزة. نعم، كما تعلمين المسألة كانت أيضا فيها نوع من الفخ الإسرائيلي والغرب. كانوا يريدون للمعبر أن يفتح فقط في اتجاه خروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر، هذه الفكرة بوضوح، ومقابل ذلك سيسمحوا بدخول بعض المساعدات الإنسانية فقط. ثم عدل الأمر للسماح لخروج الرعايا الأمريكيين والأجانب أو ذوي الجنسيات الثالثة وفقط لا غير، دون أن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية. فرفضت مصر رفضا واضحا. وبالتالي يمكنك أن تراجعي الإعلام الغربي والسياسة الغربية وتكتشف أنه في اللحظات التي اتخذت فيها مصر موقفا واضحا لرفض كل هذه القصص، بدأت الأقاويل والإشاعات والأخبار المغلوطة تتحرك بالضبط. هذه لعبة إسرائيلية، لعبة أمريكية إسرائيلية واضحة منذ قديم الزمان. وبالتالي علينا أن نكون واعين. رقم اثنين، مصر أعلنت بوضوح طوال الوقت أن المعبر مفتوح لإدخال المساعدات وخروج الأجانب، هذه قصة واضحة. الذي حدث باختصار أن إسرائيل قصفت المعبر في اليوم الأول للعدوان، وفي اليوم ولحتى أمس صباح أمس كل العالم شاهد كيف قامت إسرائيل بالإغارة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتجديد حتى تعطل دخول المساعدات. هي تريد أكبر وقت ممكن لدك غزة، تدمير غزة، قتل أكبر عدد من السكان لإقناعهم بإقناع من تبقى منهم بالهجرة جنوبا إلى سيناء. هذه حقائق ينبغي علينا ونحن حتى لا نتوه في التفاصيل الصغيرة والكثيرة أن تغيب عنه.
أن نرى حقيقة البشر. ما الذي تريده إسرائيل حقيقة من هذا الأمر؟ هي تريد القضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية، هي تريد تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن حتى يذوب من بقي في كما حدث مع جنود الحمر في أمريكا الولايات المتحدة. هذا هو جوهر المخطط الإسرائيلي، تريد أن تكون هي سيد المنطقة. طيب هذا هو ما تريده إسرائيل، لكن التوقعات بالنسبة للمرحلة القادمة والأيام القادمة، ما الذي من الممكن أن يحدث، وخاصة أن هناك الكثير ممن كان يساند إسرائيل، وهذا أيضا كان من ضمن الأمور الغريبة، أصبحوا الآن بعد مشاهد الأمس يقولون أنه لابد من الوصول إلى تهدئة، وأنه لابد من وصول مساعدات الأمم المتحدة. دول كثيرة من الدول الغربية أيضا بدأت تنادي بهذا الأمر. اليوم أولف شولز تم الحديث عن أنه تم الاتفاق على أنه لابد من الوصول إلى تهدئة. إذن ما المتوقع في الأيام القادمة؟ المتوقع يتوقف على حجم البطش الإسرائيلي، هل يستمر بهذه الوتيرة أم لا، حجم الصمود الفلسطيني في هذا الأمر، الموقف العربي، هل يعني اتمنى بطبيعه الحال لو ان الدول العربيه الاساسيه انضمت الى الموقف المصري الواضح والقوي وبعثت برساله واضحه الى اسرائيل، اتخاذ اجراءات ان استمرار هذا الامر سيتبعه اجراءات عربيه محدده، سحب السفراء، تعطيل، تجميد، حتى تشعر اسرائيل ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقه. هناك اوراق ضغط كثيره مع الدول العربيه، أتمنى أن يتم التفكير فيها في استخدامها بطريقة عقلانية، لا أتحدث عن مرة أخرى، لا أتحدث عن أمور يعني إعلامية للسوء أو لإرضاء الرأي العام، لا، أتحدث عن خطوات واضحة تقول للإسرائيليين أنكم غيرتم قواعد اللعبة ونحن سنغير قواعد اللعبة. لا بد أن تكون يعني بمثل ما تحدث الرئيس اليوم حينما قال الإسرائيليين إذا كنتم تخافون على أهالي غزة انقلوهم إلى صحراء النخب. نعم، نتحدث معهم بطريقة واضحة، لغة يفهمونها. نعم، أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، جزيل الشكر.